أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. مؤسسة سيادية يمنح 70% منها لصالح الإمارات بموافقة حكومية. معين عبد الملك وافق يوم أمس على اتفاقية إنشاء شركة اتصالات لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت مع شركة إماراتية، متجاوزا بذلك الدستور والقانون ومتجاهلا المؤسسة الرقابية والتشريعية في البلاد. قبل يوم من إبرام هذه الاتفاقية، حذر 22 برلمانيا من إبرام الاتفاقية قبل صدور تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق ورفع تقريرها لمجلس النواب، إلا أن رئيس الحكومة تجاهل ذلك وسبقه بالموافقة. علامات استفهام كثيرة أثارها هذا التصرف حتى في مؤسسات سيادية دون أي مسؤولية وطنية. نتوقف عند هذه القضية لنناقشها من زوايا عدة. ما مخاطر هذه الاتفاقية على البلاد، خاصة وأنها تمنح مؤسسة سيادية لدولة خارجية؟ ولماذا أقدمت الحكومة على هذا التصرف المخالف للدستور والقانون متجاوزة المؤسسة الرقابية والتشريعية في البلاد؟ وهل سيتمكن البرلمان من إيقاف هذه الاتفاقية كونها تمس سيادة وأمن البلاد؟ قبل أن نبدأ النقاش، دعونا في البداية نشاهد هذا التقرير وبعدها نعود. بعيداً عن اليمن تعقد الاتفاقات وتبرم صفقات. هذه المرة وافقت حكومة معين عبد الملك على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت مع شركة إماراتية بعد يوم من اعتراض 22 برلمانياً على الصفقة. مراقبون يرون أن تمكين الإمارات من مؤسسة سيادية انتهاك صارخ يجب محاسبة من يقفون وراء ذلك. قبل أن تتم هذه الصفقة، كان برلمانيون قد بعثوا برسالة تحذر من المضي قدماً في الاتفاقية قبل أن ترفع اللجنة البرلمانية بتقريرها لمجلس النواب، إلا أن معين عبد الملك استبق كل ذلك بالموافقة على الاتفاقية. تجاوز معين البرلمان وأقر الاتفاقية ورفع بها لمجلس القيادة الرئاسي المشكل من قبل السعودية والإمارات للموافقة النهائية عليها دون مراعاة لمصالح البلاد والتي تباع مؤسساتها السيادية جهاراً ونهاراً. تمنح هذه الاتفاقية شركة إماراتية ما نسبته أكثر من 70% من حصة شركة عدن نت، ووفقاً لبرلمانيين فإن ذلك يعتبر تجاوزاً للمؤسسة التشريعية ومخالفة للدستور والقانون وتفريط في السيادة الوطنية. البرلمانيون اعتبروا ما أقدمت عليه الحكومة من موافقة على هذه الصفقة وبصورتها الحالية مساع إلى تعطيل المؤسسة الرقابية والتشريعية للبلاد. اليوم تبدو الصورة أكثر وضوحاً عن ارتهان الحكومة ومجلس القيادة للخارج وتنفيذ أجندة الإمارات والسعودية بعيداً عن المصلحة الوطنية، فالحكومة التي تعيش تحت رحمة الانتقالي المدعوم من أبوظبي مجبرة على تنفيذ مطامع الإمارات بحسب ما يراه مراقبون. الشواهد كثيرة، فالإمارات سبق وأن وضعت يدها على جزيرتي ميون وسقطرى وعطلت ميناء بلحاف وحولته إلى ثكنة عسكرية تابعة لها، وفرضت نفسها على كثير من المنافذ البحرية والجوية للبلاد، كما ومكنت الانتقالي ذراعها في اليمن من السيطرة على مفاصل الدولة. إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد القادر الخراز رئيس حملة لن نصمت، وينضم إلينا أيضا رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن الأزرق. أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين. أبدأ معك أولا دكتور عبد القادر، أخبرنا في البداية كيف تنظر لموافقة الحكومة على إتمام هذه الصفقة المتعلقة ببيع 70% من أصول شركة عدن نت. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. طبعا يعني هو ليس غريب يعني على معين عبد الملك أن يخالف القانون والدستور أساسا منذ تمكنه من رئاسة الوزراء منذ العام 2018، وهو يعني يخالف كل الأنظمة الموجودة في البلد وكل ما يتعلق بالدستور، ويضرب بالجهات الرقابية والتشريعية في اليمن عرض الحائط. وليست هذه أول مرة
لا يرد على مجلس النواب. للأسف مجلس النواب أيضا ليست لديه القوة أو السلطة أيضا أنه يستطيع أنه يوقف هذا العبث الذي يقوم به معين عبد الملك في كثير من المسائل، وليست فقط في قضية هذه الشركات الاتصالات ومخالفتها للقانون، بل أنه حتى يعني أنتم كما ذكرتوا في تقريركم يعني قبل يوم أيضا 22 نائب يوقعوا على أساس يوقفوا أي توقيع لهذه العملية حتى يتم التحقيق، ولكنه يرفض، أو بالأصح ذهب اليوم الثاني لتوقيع هذه الاتفاقية، وبالتالي هو ضرب بكل ما هو موجود في البلد عرض الحائط للأسف، وأنا أسميه دائما وحتى ذكرته على قناتكم أنه الكارثة الأزلية لليمن أو الكارثة الأزلية الثانية لليمن بعد ميليشيا الحوثي للأسف. طيب هنا أريد أن أستمع إلى رأي ضيف الآخر سيد فتحي بن الأزرق عن سبب قيام الحكومة بهذا التصرف المخالف للقانون والدستور كما ضرب يعني ذكر ضيفنا وكما ذكر التقرير أيضا. مساء الخير. شخصيا أنا أعتقد أننا أمام معضلة أو مشكلة تتجاوز موضوع شركة عدن نت، لكنها تتصل أيضا بغياب مؤسسات الدولة، مؤسسات التشريعية، مؤسسات التنفيذية، الأجهزة القضائية في الدولة بشكل عام. موضوع وجود استثمار أجنبي في قطاع الاتصالات أنا شخصيا أرى أنه إيجابي ومرحب، لكن نحن كمواطنين أو ربما كصحفيين لا نملك أي معلومات حول الصفقة، كيف ستنفذ، ما هي كم مثلا فائدة الجانب الحكومي اليمني، والسؤال الأكثر أهمية هل أساسا الجانب الحكومي اليمني غير قادر على تشغيل قطاع الاتصالات خصوصا شركة عدن نت. هذه الأسئلة تطرح نفسها أولا قبل النخوض في الحديث حول مشروعية الاستثمار من عدم الحديث أو أعضاء مجلس النواب الذين اعترضوا الشديد كان يفترض وقبل هذا الاعتراض أن نرى تفعيلا حقيقيا لمجلس النواب. نحن منذ العام 2015 ونحن نفتقر إلى أهم أداة تشريعية في السلطة أو ربما أهم أداة حاكمة في السلطة اليمنية وهي السلطة التشريعية التي غابت ليس عن موضوع تطبيق أو توقيع اتفاقية عدن نت، لكن أيضا غابت عن كثير من القضايا المختلفة على مستوى الأصعدة سواء كانت الاقتصادية أو السياسية أو التنموية أو المعيشية للشعب اليمني. أنا كصحفي أقول لك أننا لا أملك أي معلومات واضحة مثلا عن هذا الاتفاق، آلية طريقة تنفيذه، هل هناك مكاسب للجانب اليمني أم لا. الشيء الثاني أيضا لا يخفى على أحد الموضوع تحول من جانب استثماري أيضا إلى جانب سياسي، بعض الأطراف السياسية تعترض ربما اعتراضا على المشروع فقط لأن الإمارات ربما هي طرف من أطرافه. طيب. أنا شخصيا لا أقف من هذا المنظور، لكن أتساءل كصحفي مثلا هل الجانب اليمني كان قادر على يملك قدرة تشغيل عدن نت أم لا، هل نحن كجانب يمني أو ربما كدولة يمنية ستعود جزء من مبيعات طيب بالمقابل سيد هذه الشركات لصالح الدولة. أنا شخصيا بأمانة ما لا أملك المعلومات الكافية وبسبب أن الصفقة هذه أحيطت بالكثير من السرية والكتمان. سيد فتحي تسمعني، قرأنا التسريبات هنا وهناك ومن ثم شاهدنا أمس أنه تم التوقيع على هذا الاتفاق. نعم لو لو, لو, لو لاحظنا أيضا في رد نعم لو لاحظنا في رسالة أعضاء مجلس النواب المعترضين على هذه الصفقة قالوا فيها بأنه أثيرت بشأن الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، ولعلهم يقصدون بذلك بأن هذه الشركة NX الإماراتية ليست لديها أي تجارب سابقة في تشغيل منظومة الهواتف النقالة وأيضا مشاريع الخدمية المتعلقة بالإنترنت، وهناك شكوك بأن هذه أو الغرض الرئيسي إنما يعني الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في اليمن وإنما هناك أهداف سياسية وراء ذلك. إذا إحنا كنا نتمنى من مجلس النواب أن يقول لنا ما هي الأهداف السياسية التي تقف خلف هذا المشروع لكي إحنا نحن كرأي عام كصحفيين أو حتى كمواطنين نفهم أن هذه الصفقة سلبية أم إيجابية، لأن الأمانة للأمانة نحن تقريبا اليوم في العام الثالث أو الخامس لتشغيل شركة عدن نت جدا رديئة فوق ما تتصور، فبالتالي أي عملية تحديث مرحبة، أي عملية استثمار في قطاع الاتصالات مرحبة، لكن أيضا يجب أن تتم وفق الأطر الرسمية عبر الأطر التشريعية، أن يكون هناك توافق وأن يكون أيضا هناك حفاظ لما وجه الدولة. إذا كان هذا الاستثمار
مفيد وإيجابي، ويمكن أن يكون مثل استثمار شركة MTN حينما استثمرت في فضاء الاتصالات في اليمن. فأنا شخصيا لا أستطيع أن أعارض من نيول سياسية أن أقول لا فقط لأن الإمارات هي وسط هذه الصفقة، لا بالعكس هي قضية مرحبة واستثمار مرحبة، فقط نتمنى أن يكون فعلا وفق الإطار التشريعي أن مجلس النواب أن يعقد جلسته وأن يناقش أي مخاوف أو أن يطرح أي ضمانات. نعم. لكي تكون الصفقة في الطريقة الأساسي. أنا أتمنى من الأستاذ عبد القادر الخراز أن يوضح لنا مثلا ما هي المخاوف حيال هذه الصفقة. أنا كصحفي يهمني أن أسمع رأيه، وأتمنى أن توجه للسؤال. نعم. ما هي المخاوف مثلا أو ما هي الأضرار التي ممكن تلحق بالاقتصاد أو بالسيادة أو إذن لنغوص أكثر في الجوانب القانونية وأيضا التقنية الخاصة بهذه الصفقة، ونعود إذا مجددا للدكتور عبد القادر. دكتور عبد القادر، نعم يعني كان هذا من ضمن الأسئلة التي كنت أريد أن أضعها عليك، عن ما هي مخاطر قيام شركة إنكسل الإماراتية بتشغيل يعني 70% من شركة حكومية معنية بالاتصالات. هل هناك أيضا في هذه الصفقة نقاط إيجابية ونقاط سلبية، وإن أمكن تذكرها لنا؟ طيب احنا انا كنت اتمنى انه ايضا الاخ فارسي يجاوب، هو مش يطرح لي الاسئله، لكن مش مشكله. احنا هو لا يعرف يعني مخاطر، لكن انا كنت بصدد ايضا وضع هذا السؤال عليه. المشكله اللي طرحها فعلا صحيحه، انه في عدم شفافيه، لا احد يعرف ما هي تفاصيل الصفقه. لكن خلينا نطرح بشكل منطقي وبشكل قانوني، ماذا فعل معين عبد الملك في هذه الصفقه، وناخذ الاشياء اللي هي فعلا فيها مخالفات. اولا هذه المؤسسة الاتصالات هو قطاع سيادي، يجب أن يكون مسيطرة على الدولة ولا تدخل فيه شراكات أجنبية، وإذا كانت هناك شراكات أجنبية يجب أن يكون الاتفاق هذا واضح في إدارة هذه الشركة. قضية الأرباح وما الأرباح هذه شيء آخر، لكن إدارة الشركة وقضية الرقابة على المكالمات وكثير من المسائل التي تدخل في 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 قضايا الاتصالات هذه يجب أن تسيطر عليها الدولة، وبالتالي هذا قطاع سيادي لا يجب التفريط فيه مهما كانت عدم قدرة الدولة. هذا جزء، هذا شيء يعني من الأشياء الرئيسية. الجزء الثاني أنه طبعا مجلس النواب فعلا كما قال الأخ فتحي أنه غير قادر أو لم يقوم بشيء، وهناك كثير من المسائل اليوم أصبح مجلس النواب يكتفي بإلقاء الخطابات للأسف أو البيانات أو حتى يرسل رسائل، ولكنه لا يقوم بسلطته التشريعية الكاملة على الفرض للحكومة. هنا جاء معين عبد الملك أيضا وضرب بمجلس النواب عرض الحائط، وهذه يعني مخالفة قانونية كبيرة أساسا، يعني يجب أن يحاسب عليها إلى جانب ما خرجه في الدستور والقانون من قضايا سابقة. وأيضا كان مجلس النواب يعطي المذكرات تلو المذكرات سواء في الموانئ أو في التمويلات الدولية، ولا يرد عليها معين عبد الملك أو يتجاهلها ويقوم بعكس ذلك. وبالتالي هنا للأسف معين عبد الملك الكارثة الأزلية ضرب بكل القوانين وخالف القانون وذهب، رغم أنه حتى لو يعني حتى لو أنت تمشي في هذه الاتفاقية جاءتك رسالة وهناك لجنة عقدت، بغض النظر حتى لو مجلس النواب ضعيف اليوم أو أنه لا يستطيع، المفروض وفق القانون والدستور أن تتوقف عن أي عملية توقيع ولا تذهب في هذا الإطار. وبالتالي ذهابك بهذا الاتجاه يؤكد أنه رغم نعم. عدم وجود معلومات كافية عن الصفقة أنه هناك فساد كبير. وربما طيب لو تحدثنا عن الشركة نفسها إنكسل الإماراتية، هناك من يقول بأنها متخصصة أساسا بمجال الأمن السيبراني وليس لها باع طويل في مسألة تشغيل قطاع الاتصالات والإنترنت. شوف، هو بغض النظر الشركات الاتصالات تكون عندها الخبرة في مسائل معينة، لكن نحن اليوم فعلا احنا نحتاج تطوير قطاع الاتصالات كما قال أخي فتحي، لكن ما دور الدولة، يعني وين قدرة الدولة؟ في قدرات مالية للدولة موجودة بغض النظر انه في ربما توقف لتصدير النفط، ولكن الدولة لديها قدرات مثلا نسميها فنية موجودة، هناك أساسيات موجودة داخل البلد للمحطات للشبكات، هذه المسائل تملكها الدولة وتملكها مؤسسات الدولة مثل عدن نت. كيف أنا سهلت أو كيف أعطيت شركة مثل هذه الشركة سواء عادي مبتدئة أو أنها متخصصة في مجال معين أو أن لديها الخبرة أنا أعطيها 70% على أي أساس؟ وبالتالي هناك تفاصيل فعلا مخفية، لكن نحن نقول ما دام مجلس النواب ذهب وشكل لجنة فكان على معين عبد الملك انتظار نتائج اللجنة، أيضا ستظهر هذه النتائج
وتظهر التفاصيل للعامة للصحفيين للمهتمين المختصين، بحيث أنه يستطيع يا ينتقد الصفقة أو أنه مثلا يقول أن الصفقة هذه ربما فيها نوع من مصالح اليمن. نعم. لكن للأسف لم يحدث هذا كله، وهذا ما أقول يؤكد أن هناك عملية فساد، ليست فساد مالي وإنما ربما تكون أخطر من الفساد المالي. ولعل هذه القضية سلطت الضوء أكثر على غياب المؤسسات التشريعية والرقابية في مثل هذه القضايا. هنا مثلا الرسالة التي بعثها أعضاء مجلس النواب المعترضين على هذه الصفقة، قالوا في حال مضيكم في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب، فإن هذا الموقف مؤشر على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي. سيد فتحي، هل تعتقد أن هناك جهات تسعى فعلا إلى تعطيل عمل مجلس النواب من أجل يعني المصادقة على اتفاقيات ربما يتواجد أو تكون فيها ملفات فساد؟ للأسف الشديد مجلس النواب معطل منذ العام 2015، وعقد تقريبا جلستين، جلسة في سيون وجلسة في عدن في 2022. تخيل أن مجلس النواب كان يفترض فيه أن يعقد جلساته المستمرة طوال خلال 9 سنوات من الحرب، في مواجهة الحوثيين، في مواجهة انتهاك السيادة اليمنية، في مواجهة الكثير من الاختلالات والفساد المائي والإداري، وقبل كل هذا الوضع المعيشي للناس. المجلس النواب يعقد جلستين. أنا شخصيا قبل أن ألوم الحكومة، قبل أن ألوم معين أيضا، ألوم أعضاء مجلس النواب الذين للأسف شديد اتخذوا مواقف هشة وضعيفة خلال السنوات الماضية. نحن بحاجة فعلا المجلس النواب يتحرك، المجلس النواب يكون جهة فاعلة. في الأخير هو الجهة التشريعية الأولى. من العيب والله العظيم من العيب أن مجلس النواب في صنعاء يعقد جلسات شبه يومية طوال هذه السنوات، هنا مجلس نواب حكومة شرعية، ويقول أنه الجهة الرسمية المشرعة قانونا والمعترف بها دوريا يعقد جلستين. نحن فعلا بحاجة أولا وقبل أي شيء أن يعاد تفعيل مجلس النواب، يعاد تفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل، لأنه وإن كان هذا الاتفاق مثلا مضر أو قابل فهو مضر لأن مجلس النواب مغيب. بالتالي على أعضاء مجلس النواب أولا وأخيرا أن يتحدوا في محاولة إعادة تشغيل مجلس النواب، تفعيله، إعادة عقد جلساته، حتى إن شاء الله حتى ليس بالضرورة إذا وصلوا إلى مرحلة أنهم غير قادرين أن يعقدوا جلساته مثلا على الأرض، ممكن يعقدوها حتى عبر تطبيقات اللي أساسا اليوم الدولة بكلها تدار عبر تطبيق الزوم. فقضية أن يعاد مجلس النواب للتفعيل للأمانة هي قضية مهمة جدا، وهذا لا يخفي لا رئيس مجلس النواب ولا نائبه ولا أعضاء المجلس. أما أن يفعلوه أما أن يقدموا استقالتهم، لأن في حال ما قدموا استقالتهم وتعطل مجلس النواب فعلا يكون في حالة فراغ دستورية، وبالتالي أي أفعال أي قرارات تمرر تنفذ أو تنفذ أو يحاول شرعا فعلا تكون قانونية. لكن للأسف الشديد كل شيء يحدث ومجلس النواب موجود وغير قادر ينعقد. طيب دكتور عبد القادر، هل ما زال هناك مجال أمام مجلس أعضاء مجلس النواب المعترضين على هذه الصفقة على إبطالها والتحرك ضد الخطوة الأخيرة التي قامت بها الحكومة؟ أكيد ما دام تتبع القانون والدستور تستطيع توقف، فهناك كثير من حالات الإيقاف لاتفاقات ومنها حتى توقيع بيع ميناء أو تأجير ميناء عدن قبل الحرب يعني، وتم إيقاف هذه المسألة. وبالتالي هناك إجراءات قانونية على مجلس النواب إذا كانوا صادقين فعلا يعني، وهذه بياناتهم أو مذكراتهم التي ترسل والتي تنشر، إذا كانوا فعلا صادقين وهم جهة يجب أن تحترم المفروض، كيف تحترم؟ تحترم بتحركاتهم. إذا لم يتحركوا باتجاه مصلحة الشعب ومصلحة الوطن، وهم يروا أن هذه المسائل خاطئة وفقا للقانون والدستور وعليهم إيقافها، إذا لم يقوموا بذلك واكتفوا بهذا الكلام، فكما قال أخي فتحي أنه عليهم يقدموا استقالتهم أساسا إذا لم يستطيعوا أنهم يقوموا. أيضا إذا كانت عليهم ضغوطات أخرى أنهم لا يستطيعوا يجتمعوا، رغم أنه في وسائل التقنيات الحديثة اليوم يستطيعوا عبر الأنترنت أن يجتمعوا، لكن إذا لم يستطيعوا بذلك فماذا لهم من لا يعني لزوم للبلد بالأصح، أصبحوا حتى هم محللين أنا أسميهم، فقط عليهم أن ينقلوا الناس أنه هناك صفقة فاسدة، ولكن ما هي تفاصيلها لا أحد يعرف. للأسف أنه هذا كثير من المؤسسات ليست مجلس النواب عليها مسؤولية، مثل الجهاز الرقابة والمحاسبة، مثل هيئة مكافحة الفساد، هذه أيضا غائبة إلى الآن، لا صدر منها أي شيء ولم تتحرك ولا يعرف ما هي تقاريرها،
ورغم أنه أنا أعرف أنه جهاز الرقابة والمحاسبة لديه تقارير مهمة، ولكنه لا يقوم بنشرها والشفافية أو تكون فيها شفافية للعامة، بحيث أنه الكثير يطلعوا على ماذا يتم من تفاصيل. وهناك تقارير كانت لجهاز الرقابة والمحاسبة على البنك المركزي كانت مهمة للمتابعين والمختصين والإعلاميين أيضا. طيب، أنه يطلع على كثير من القضايا. لكن اليوم نحن للأسف أمام هذه الحكومة التي أساسا لا تريد لا جهاز رقابية ولا جهاز تشريعية، تريد أن تقوم بكل الأعمال بدون أي رقابة وبدون أي محاسبة. طيب، طيب بالعودة إلى ما ذكره ضيفنا سيد فتحي من الأزرق في بداية حديثه عن شكواه من أداء شركة عدن نت خلال السنوات الماضية، وقال بأنها سيئة ولم تقدم الخدمة التي كان ينتظرها المواطنون، هل تعتقد دكتور عبد القادر بأن هناك جهات سعت لإفشال هذه الشركة من أجل أن تصل بها إلى هذا المنحنى بحيث يتم بيع أصولها لشركة إماراتية؟ الموجود يعني غير مستبعد أساسا، أنه هناك كثير من المؤسسات السيادية الحكومية ومنها قطاع الاتصالات يتم الضغط عليه وعدم يعني توفير الإمكانيات له، رغم أنه في أموال أعطيت لما فتحت نت أو عدن نت، فتحت وكانت بالمليارات الأموال، أين اختفت لا أحد يدري، أو ماذا عمل بها، لماذا لم يطور القطاع، لماذا لم يحسن، هذا سؤال طبعا يطرح تحت ألف خط. أكيد أنه هناك جهات يعني لعبت دورا في ضعف هذا القطاع، وربما الهدف أنه سيطرت يعني شركات أجنبية على هذا القطاع. نعم. والهدف للأسف يعني للأسف أنه ربما أنها عمولات مع هؤلاء المسؤولين يتقاضوها لبيع القطاعات السيادية في البلد ولا يعرفوا مخاطرها. يعني للأسف نحن أخي أمام معضلة، أنه عدم الكفاءة الموجودة في الحكومة لا تفهم ما هي المخاطر. يعني أنت يجب أن هناك مؤسسات سيادية مثل ما نقول الموانئ وغيرها وقطاع الاتصالات وقطاع الصيد البحري، هذه مؤسسات سيادية لا يجب التفريط فيها، ويجب أن تكون لديك خيارات وبدائل عندما تقوم ب يعني الاتفاق مع شركات دولية أو لتطويرها، لكن أن تقوم ببيع حتى مثلا يعني الموجود اللي هو يعني أساسيات الشركة نفسها وتمكن شركة أجنبية منها ب70%، هذا ما ظهر. أريد أن أضع داخل هذا الاتفاق من تفاصيل الله أعلم. أريد أن أضع سؤالي الأخير على سيد فتحي بن الأزرق. سيد فتحي، عادة مثل ما يعارض المجلس الانتقالي بعض القرارات التي يعني يوقع عليها معين عبد الملك أو يصدرها معين عبد الملك، خاصة فيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية، فما بالك بشركة سيادية واسمها عدن نت وهي ونطاق عملها في المحافظات الجنوبية، لكنه هذه المرة آثر الصمت. هل من تفسير برأيك أم أن هذه الصفقة ربما ليست ضمن أجندات اهتمامه؟ شوف، في الأخير الأطراف السياسية منقسمة كلا مع الطرف الذي يواليه، هذا شيء معروف للأمانة. يعني كل طرف سياسي محلي لديه طرف دولي هو في الأخير يواليه، وربما هناك تناقض في المصالح سواء كانت الشرعية أو الانتقالي أو الإصلاح أو المؤتمر أو حتى الحوثيين، وبالتالي هذه الجزئية مفروق منها. لكن نحن كمواطنين نتساءل، هل المشروع هذا فيه ضرر؟ هل فيه أخطاء؟ هل فيه يعني مضرة كبيرة لليمن؟ أنا كشخص كرأي شخصي أن هذا الاستثمار مرحبة. الأخير إذا جاءت هذه الشركة الإماراتية طورت قطاع الاتصالات، حصلت أنا على نت أرخص، على نت أفضل، على شبكة اتصال أقوى، قدرت أتواصل حتى وين كانت تمس أمن البلد؟ الآن أنا استفدت، لكن نحن نخشى أن مثلا أن يكون للاتفاق عواقبه السلبية الأخرى. هنا يأتي دور الدولة. لكن بالأخير تقصد العواقب السلبية هي المخاطر الأمنية جراء يعني استحواذ شركة أجنبية على قطاع حساس كالاتصالات؟ لم أفهم السؤال. تقصد الجوانب السلبية لمثل هذه الاتفاقيات أو صفقات ما يتعلق بالمخاطر الأمنية؟ هذا دور مؤسسات الدولة تخرج وتقول للناس أنه في مخاطر في كذا. أنا كمواطن ما عندي دولة للأسف الشديد. نعم. وحتى مجلس النواب كان يفترض أنه بدل ما يصدر هذا البيان أنه يخرج ويقول أن المخاطر 1 2 3. هذه القضية للأسف الشديد شائكة وتحتاج دور الدولة للأسف الشديد. إذا شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن الأزرق. أشكر أيضا ضيفي الآخر رئيس حملة لن نصمت الدكتور عبد القادر الخراز. مشاهدينا الكرام، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.